أهلا بكم. ريفيو النهاردة عن جهاز منع مص أصابع الإبهام للأطفال. هو ده الجهاز، أنا شفته على النت، صفحة اسمها نو هابت عاملة الجهاز ده للإبهامين. أنا بنتي بتمص في الصبعين إن هي وعندها شهرين، هي دلوقتي عندها سنتين ونص. الجهاز ده يا جماعة بيجي ببلاستيك كده، والارم باند اللي بتلفه من تحت ده. ايه سعر الجهاز؟ الجهاز الواحد الفرد الواحدة ب275، الاثنين 550، وبيقعد معاها لحد 4 سنين. كل جهاز بيجي في علبة زي كده يا جماعة، في بلاستيكة اللي بتربط الجهازين ببعض، وفي الارم باند او الاسورة البلاستيك دي اللي بتمنع ان الطفل يفكه. في كمان عندهم غير يعني جهاز الإبهام، عندهم جهاز للأصابع اللي في النص، بيجي معها كده حاجات للتشجيع، وبيجي معها 30 أسورة. كل جهاز بيجي معها 30 أسورة بثلاث ألوان، والكتالوج ده بيشرح لك إن إزاي تركبه، إن إزاي تهيئ الظروف النفسية والراحة النفسية للطفل، لأن الطفل بيبعد عن العادة دي، عدد مص الأصابع. بكل أسف أنا تهونت واستسهلت الموضوع، بنتي رفضت التتينة، ما رفضتها، فأنا سبتها تمص في صباعها براحتها، وسألت الدكتور قال لي غلسي عليها، فضلت أغلس عليها وأشيل صباعها من بقها برضو، ما كانش فيه فايدة، وكانت بتحط صباعها في بقها وهي صحية وهي ونايمة، الصباعين يعني مش صباع ايد واحد بس. بكل اسف زي ما انتوا شايفين الجهاز ده يا جماعه صفر، لونه اصفر كده، بعد اسبوع واحد بس من ان انا اشتريته. مكتوب بقى على الانترنت عندهم على صفحه الفيس ان يعني في خلال اسبوعين، من اسبوعين لشهر الطفل هيبطل عاده مص الاصابع. ده ما حصلش معايا، احنا كملنا اكتر من شهر، فانا كنت مكمله ان انا اعمل الجهاز. فسالتهم الباند الارم باند دي يا جماعه بكام عندكم، قالوا لي 30 اسوره ب95 جنيه زائد مصاريف الشحن. فروحت نزلت بقى فين، نزلت منطقه السيده زينب عند ابو الريش، عند القصر العيني، شارع القصر العيني، اماكن شراء الاجهزه الطبيه والكحول والكمامات والمستلزمات الطبيه، جبتها من هناك العلبه دي. شايفين يا جماعه اهو دي الفاتوره 550 جنيه، الجهاز الواحد ب275 معاه 30 اسورة. طيب انا مكملة اكتر من شهر، فروحت نزلت منطقة السيدة زينب شارع القصر العيني واشتريت الاسورة دي. العلبة دي فيها 200 بلاستيكة ب80 جنيه، مش زيهم 30 قطعة بلاستيكة ب95 جنيه زائد 35 جنيه مصاريف الشحن. اهو يا جماعة ده الجهاز بيلم تراب وبيلم وساخة، بقلعهولها مرة في اليوم، بغسل لها الجهاز وبغسل لها ايديها. دي البلاستيكة اللي بتربط الجهاز اهو يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده، انا غسلت لها ايديها وغسلت لها الجهاز. بكل اسف انا وديتها للدكتور بتاعها، قال لي غلسي عليها وما عشان ما تحطش صباعها في بقها. حاولت كل شوية اشيل صباعها من بقها، بس بكل اسف هي وصحية هي ونايمة بتحط صباعها في بقها. وديتها للدكتور بسبب ان اسنانها طلعت، ضغط الصباع الابهام على الفك طلع السنان او طلع الفك. الدكتور قال لي نعمل لها تقويم بس بعد السنان الدائمة ما تطلع، يعني على سن 8 سنين. فقلت احاول انقذ ما يمكن انقاذه، فجبت لها الجهاز ده. الجهاز ده قعدوا يقولوا الاطفال بطلوا من عمر يعني من فتره من اسبوعين لشهر، انا بنتي مكمله اكتر من شهر. بكل اسف عايزين يا جماعه تجيبوه هاتوه، بس انا عمل يعني بصوا يا جماعه هو غالي، هو غالي ان هو يبقى 275. انزلوا برده منطقه السيده زينب دي، فيها برده كل الاجهزه، هتلاقوا الاسوره الارم باند، وهتلاقوا كمان الجهاز ده، هتلاقوا كمان الجهاز ده، كل حاجة هناك هتلاقوها في منطقة السيدة زينب شارع القصر العيني عند مستشفى أبو الريش والقصر العيني الفرنساوي. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم بحاجة، أتمنى أن الريفيو يكون أفدكم بحاجة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، لايك للفيديو، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم جميع الإشعارات. دي كانت تجربتي مع جهاز نو هابت، شفت الصفحة على النت وجبته، بس هتوم السيدة زينب يا جماعة من شارع القصر العيني. سلام.